FM. الكل ملك FM. الخمسة ودقيقة هذه ولاد الكاف مع نزار غازي ومالك. ومالك حتى في قلب هذا السبعة متاع العشية. مرحبا بكم اللي تحقوا بنا توا، تحية خاصة اللي يسمعوا فينا على www.capradio.n بستريمينغ توا. جا وقت الكابريس وأهم عناوين الأخبار اللي شدت انتباه نزار مرزوق توت سويت. كابريس. هاي سيدي بن سيدي، مرحبا بكم في الكابريس. خمسة عناوين عندنا برشا على الكابريس من وقت البارحين. الأولاد ما عملناش كابريس مع بعضنا. مديدة. كابريس في قبلي. الصحافة في صفحة 11 تنظم هذا الأحد بالمنتزه الأثري بسبيتلة تظاهرة صحية بعنوان فطور الصباح، ببادرة من نادي الصحة بدار الشباب سبيتلة بشراكة مع جمعية جرجير للسياحة والهلال الأحمر، وش يعملوا فطور الصباح. قالك تظاهرة اليوم العالمي للصحة وعالمية كلا تكون باهية، نظموا فطور الصباح. قالك جماعة تعطي حد شغل تغشوا برش، قال لهم هكا ثم ماكرة متعيطوا الناس. أيوة باهي. في الضمير في الصفحة 21، في المؤتمر الدولي الرابع للسياحة والإعلام، وزيرة السياحة تؤكد وجود بوادر انفراج في القطاع بداية من مارس 2016. الأخبار هذه قلت قبل، أما اليوم يتبدل بحاجة. خاطر كما نشوفه في التصويرة ثم تصويرة نخل. توا فهمتك النائب تاع النداء ما غلطش كي قال انتخب النخلة تونس تخلى. وانت بارنتيز مش تخلى. الأخبار الاقتصادية في المغرب وأخبار يهمك برشا مالك هذايا في الصفحة 13. الجامايكي إدموند بارتليت رئيس لمنظمة السياحة العالمية. المنظمة اختارت الوزير هذايا الجامايكي باش يكون هو رئيس منظمة السياحة العالمية، وتولى المنصب هذايا هو في الجامايك من 2007 حتى 2011. سي نورمال يختار واحد من الجامايك، خاطر في الجامايك تدور البلدان الكل وانت في بلاصتك. صح. وي وي. فضلك يا مكلا خصني انا بالذات. فضلك وبركاتك وحدك. في السارية في صفحة 15 قالك إضافة الحليب إلى الشاي تقلل إصفرار الأسنان. شاي بلبن، تخلط التاي بالحليب بتنجم إصفرية تتنح. حاجة تهمنا برشا كتوانس، ولازم نستهلكوا برشا حليب وتاي خاطر عندنا برشا ضحكة صفرة. هكا ما قلتش هو مجموعة الناس الكل. أي منظم. به آخر أخبار في الشروق في صفحة 8، الشغالون يساعدون والأعراف يتهمون. إضرابات في كل الولايات والبداية بصفاقس. المكتب التنفيذي لمواصلة الاتحاد العام التونسي للشغل قالك باش نبداو في الإضرابات من صفاقس بعد تعطل لغة الحوار بين اتحاد الشغل وبين لوتيكا. سي نورمال يبداو من صفاقس، وديجا عملوا لافتة كبيرة مكتوب عليها يا وداد عايش حالك. لا يعني يا وداد ماك عملت عايش حالك توا. هي قالت لهم الدلل يا مدير. الكل ملك.